خش على تقطيع مكونات الفتوش حالا دلوقتي، يلا بينا. يلا هعمل ايه؟ الفتوش بنقطع فيه الخضار مكعبات كبيره، فانا هاخد كده الطماطم واروح قطعها مثلا اربع تربع وبعدين نصين. قولي لي من عينيا الاتنين يا هند، ازيك يا هند؟ هند سامعانا؟ ازيك يا هند؟ الو. ايوه سامعاني؟ الو انا سامعك كويس. وطي التلفزيون بقى لو انت مش سامعانا من التلفزيون، اسمعينا من التليفون. سامعاني ولا لا؟ هند كلمينا بقى مره تانية، معلش. يلا بينا هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نشوف تقطيع خضار الفتوش اللي كنت بكلمكم عنه. طيب على ما ده يحصل نعمل ايه؟ تعالوا نحط هنا الدريسنج، هحط هنا زيت الزيتون ونحط معلقه من الثوم. تعالوا بس نجيب حاجه نحط بيها كده سريعه. يلا بينا. ثوم خفيف كده، ملح وفلفل اسود، ادي الملح ادي الفلفل الاسود. احنا محتاجين كمان معلقه من دبس الرمان، ندي كده هنا تقليبه، وناخد الخضار اللي احنا عملناه نحطه هنا يتقلب مع الحاجات الجميلة اللي احنا حضرناها وجهزناها دي. حلو؟ يلا بينا هنديله كده تقليبة، وبتفضل الخضروات كده حجمها كبير كده وحلو. وبعدين هروح رايح على طبق التقديم، هروح عامل ايه بقى؟ هروح منزل هنا مكونات السلطة الكبيرة دي، هي تتقدم كبيرة كده. رشة دبس رمان طبعا لازم على الخليط ده، اعذرونا وسامحونا على نسيانه. وبعدين هروح جايب حلقات البصل الاخضر، البصل الاخضر بيدي طعم فريش جدا وحلو جدا في السلطات، مع ورقتين من النعناع الفريش. وناخد تاني حلقات البصل والعيش المقرمش. حلقات البصل ممكن ايه نحطها كده من فوق داير داير كده حوالين زي الفل. يلا بينا كده احنا خلاص خلصنا هذه الوصفة. يلا تعالوا بقى نجيب الفراخ اللي احنا خلاص خلصناها وجهزناها، المقرمشة سخنة بس جميلة جدا، ونبص عليها برضو بصة كده. مش فاضل بس غير تقديم العيش مع السلطة ان شاء الله بإذن الله كده. لما تخش علينا دكتور نول لونا ما تهزقناش بقى على الاكل ده. يلا دي كانت سفرة النهارده. عملنا النهارده ثلاث حاجات لطاف قوي، عملنا مكرونه بالبشاميل شفنا طريقتها، وعملنا كمان فراخ مقليه مقرمشه، وعملنا سلطه فتوش لذيذه. يلا نطلع فاصل، بعد الفاصل هيكون معانا دكتور لونا الحفني، هتكلمنا عن طرق صحيه وامنه للتخسيس وخساره الوزن والمحافظه على وزن مثالي. استنوا.